ديتو السبيطار تاع جديده لمحمد خامس، ديتو بحال اليوم الغد قالت لي فرمي الله يرحمه هذيك المره اللي كانت دركا كتعيط لي وكيهرب ليها، هزيت معاه قالت لي الفرمي هزي معاه في البياص ديروا لي الراديو. خرجنا قلت لي خليني نبقى مع ولدي راه عيان، فرمي قالت لي لا ممنوع ممنوع تبقاي معاه. جرات عليا مشيت الغد لقاتنا في الباب ديال السبيطار، قلت لي حمزه وعدود الله يرحمه، قلت لها خلينا نشوفه، قالت لك لا ما وريوش لي لانا لبو. اليوم بالي ملي بالي في الدوزه شكيت ولدي الكبده ديالي مهنيتش يمكن نعس ولا نخطف على يدي، ملي كنتفكر كنتنك كان باقي في الخير. ديتو عدو 3 سنين في 2009 ودرك ولات عدو 10 سنين، ولات عدو 10 سنين. لا الحمد لله كنت تعرفني راني اليوم محقاني جولي راني مشويت عليك راه كبتي شويت، لكن الكبدة تكبدة بالعلم انا بعدا بعد شويت مني مني شتك وليدي راه ما بقات هانية قلت كدرت لي عملية لاخر جينا جديدة ديتو الغد قالت لي الله يرحمه، من قلت لها نشوف ولدي مشتو لي انا لباه، من قلت لها خنبقى مع ولدي مخليهاش قالت لي ممنوع تبقاي معاه فرم ليا. مني بان لي قال هاديك السوق لي ربا هربان ليها هات شتو الدوزان، مني شتو كبتي مبقاتش هناك، مني شتو ماما نعس ولا كتخطب عليا في الليل كتقول لي رجع حمزة رجع. هاديك اللي داتو قالت لها الدري ما كيسواش مرض لي في ولدي قالتو في النداء دوزان، وانا نطلب من الله لكان وليدي الله يردو ليا هادشي اللي كنطلب. انا شكيت فيه كبدة ما مهنياني في الله، انا كانت الكبدة تكذب الله كنطلب منه لكان باقي كبدي راه تشويت اللي يعرف علي شي حاجة واللي شافوه يجيبوني كان باقي في الدنيا نقري ما يضيعش. جابوها شي ولد محسن مسكين هو اللي ما عارفوش كاع، كان قال لي ضروري ندفنوه هنا، قلنا له لا بغينا ولدنا يمشي، قال لك جيبوا الصندوق وما بدينا في الصندوق، ما شلنا على الصندوق لا في البايخ ما وراوش لينا. انا كنتش ولدي من جيت ما غاداش كاع اللي قال لي نقول لي كتكذب عليا ولدي راه مني انا ما شتو انا لا با باش انا زيدوها ولدكم الله يرحمه يشوفوه مش الناس. انا شكيت فيه بكره